عندنا مفاجأة تانية، عندنا لسه 3 4 5 6 مفاجآت، ولكن واحد الحقيقة اللعيبة كلهم كانوا أبطال، ولكن محمد الشناوي كان البطل الرئيسي والكبير في هذه المباريات، الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم. لما ضربات الجزاء توصل ان الحارس هو اللي يطلع عشان نكسب، اعتقد ان هو يستحق كل الإشادة اللي على محمد الشناوي، مش من امبارح ولكن طوال الموسمين ثلاثة اللي فاتوا. الحقيقة واحد من أفضل حراس المرمى في مصر، أفضل حارس مرمى في مصر وفي أفريقيا، مش كلامي، كلام كل النقاد وكل الرياضيين. مش أفضل حارس في مصر بس، ولكن أفضل لاعب في مصر خلال الموسم اللي فات. دي بقى من وجهة نظر أنا، ومن وجهة نظر أيضا بعض الخبراء في عالم كرة القدم. محمد الشناوي في حديث أيضا مطول مع أمير هشام، هيقول لنا بقى إيه اللي حصل، وهيقول لنا الدنيا كانت ماشية إزاي، وهيقول لنا قد إيه النادي الأهلي ده كبير وعظيم. نسمع الأسد، أنا الأسد أهو، الأسد الشناوي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية مفاجآت حلقة الليلة. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان أثناء رحلة العودة بالبرونزية للقاهرة. معايا أحد أبطال النادي الأهلي وأفضل حارس في أفريقيا بكل تأكيد، ومش هكون ببالغ لو قلت هو أحد أفضل حراس على المستوى العالم. يا شناوي ألف مليون مبروك، نجم ما شاء الله، الله أكبر عليك، بطل، إنجاز جديد بيضاف لك مع النادي الأهلي. الحمد لله، وطبعا مبسوط اللي معاك النهارده يا امير على قناه النادي الاهلي طبعا، وببارك لجمهور النادي الاهلي، وببارك للعيبه، وببارك للاداره، وببارك للجهاز الفني كله، بقول لهم الف 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 مبروك على البرونزيه، وان شاء الله نكمل على المستوى اللي احنا قدمناه في البطوله، وان شاء الله نفكر في اللي جاي. عندنا ماتش جاي صعب جدا، ماتش افريقيا، وبقول للعيبه انتوا عديتوا بطوله كويسه جدا وبروح عاليه جدا، وده احنا اللي عايزينه الفتره الجايه تكون نفس الروح دي اللي بتبقى موجوده، وانتوا ابطال افريقيا، ابطال افريقيا وصلوا كاس عالم، عشان كده احنا الحمد لله اللعيبه خدت خبرات في الماتشات اللي احنا لعبناها، وان شاء الله نكمل على كده ان شاء الله الفتره الجايه. انجاز السنه دي يعتبر انجاز كبير بالنسبه للجيل الحالي، او المشاركه بالنسبه له في كاس العالم للانديه، ايه المكتسبات اللي اكتسبتوها من المشاركه دي، وهتستعدوا ازاي او هتفكروا ازاي ان انتوا تتاهلوا تاني كاس العالم للانديه وتحققوا انجاز اكبر باذن الله؟ اكيد طبعا استفدنا كتير طبعا، اللي انت بتلعب دلوقتي عرفت اللي انت يعني انت واصل لغايه فين، الليفل اللي انت بتلعب فيه، انت لعبت بطل اوروبا بايرن ميونخ، يعني فرقه جامده جدا، انت كنت بتشوف نفس مستواك واصل لغايه فين، الحمد لله احنا كنا قريبين منهم مش بعاد خالص، وبطل امريكا الجنوبيه، ولعبنا الدحيل بطل اسيا او يعني او بطل الدوري بتاعهم المحلي، يعني لا انت لعيبه خدت خبرات وخدت ثقه زياده، خبرات في الماتشات ديت ان هم يلعبوا تحت ضغط ويلعبوا في بطوله كبيره زي كاس العالم. لا لعيبه دي مرحله مهمه ليهم كبيره جدا، ومرحله لينا كلنا ناخد الايجابيات والسلبيات كلها نشتغل عليها، وبالنسبه لنا الفتره الجايه تبقى احسن، لعيبه ما تبقى واثقه من نفسها وتلعب في الـ في الـ في الاجواء ديت بتاخد ثقه اكتر، وان شاء الله هنكمل على كده، وعندنا بطوله مهمه البطوله الجايه بطوله افريقيا وبطوله الدوري ان شاء الله نركز فيهم اللي جايين ان شاء الله. ان شاء الله. بخلاف انك حارس كبير يا شناوي طبعا ما فيش خلاف على كده ما شاء الله، لكن بالتحديد عايز اتكلم على جزئيه معينه انا بلاحظها واحنا كنا في مقر الاقامه، دايما كلامك مع اللاعبين ككابتن من فريق النادي الاهلي ومعاك زمايلك برضو كباتن الفرقه زي سعد وايمن، كلامكوا دايما مع اللاعبين حتى بعد مباراه البايرن، عايز اعرف بتقول ايه لزمايلك، ازاي بتهيئهم نفسيا كمان بخبراتك دي ان هم يقدروا يفوزوا في المباريات على طول؟ لا اكيد انا طبعا بيبقى معايا ايمن ومعايا سعد ومعايا وليد واللعيبه الكبار كلهم زي السوليه وعلي معلول، بالنسبه لي دول بيساعدوني في الفرقه وخبرات كبيره طبعا الفتره اللي فاتت، واحنا بقالنا مع بعض اكتر من بقالنا مع بعض 4 سنين، المجموعه اللي موجوده فيه ناس جديده جت علينا، بس اكتر العناصر اللي موجوده بقالنا 4 سنين موجودين مع بعض عارفين بعض، اهم حاجه في احترام بين الكبير والصغير، ده اهم حاجه، واحنا بنتكلم لمصلحه الفرقه ومصلحه النادي، هم عارفين الكلام ده كويس وعارفين ان اللعيبه الكبار كلها بتبقى خايفه على مصلحه الفرقه ومصلحه النادي. طبعا هم اي حاجه بيبقى محتاجينها او اي حاجه بيتكلموا فيها بيجوا يتكلموا معانا، احنا بنتكلم معاهم بكل صدق،
اي حاجه بنكلمهم لمصلحتهم. احنا الناس الكبار دول لعبوا زي علي زي سوريا زي وليد، الناس دي كلها لعبت في منتخب مصر زي سعد زي ايمن، عندهم خبرات كتير. اي حد بيجي يتكلم بندهم خبراتنا وبندهم السيستم بتاعنا اللي ازاي ماشي في النادي وازاي احنا ماشيين ازاي بنفكر ازاي الكلام ده كله. الحاجات دي طبعا بتفرق اكيد طبعا، هم بيشوفوا يوم يتحطوا في مواقف وبيشوفوا الكلام بتاعنا اللي هو طلع هو كلامنا صح، بيبقوا عارفين خلاص الكلام بينا يعني بعد كده بيصدقوه. اهم حاجه يبقى في بينا وبين بعض احترام، واهم حاجه ان هم يبقوا مصدقيننا، ده اهم حاجه. والحمد لله انت شايف اهو الفتره اللي فاتت دي احنا ماشيين بشكل كويس، والحمد لله خدنا بطوله افريقيا، الحمد لله الدوري، والحمد لله خدنا البرونزيه اللي احنا كنا جايين عشانها. الحمد لله يعني الفتره الجايه هم اللعيبه كلها محترمه، واللعيبه كلها يعني مش عايز اقول لك لعيبه رجاله وعلى قد المسؤوليه بيبقوا موجودين، واي حاجه اي في اي موقف بيبقوا رجاله. والحمد لله يعني الفتره الجايه تكون احسن ان شاء الله. بعد الهزيمه من البايرن استحملني شويه في الاسئله، انا عارف انك تعبان. بعد الهزيمه من البايرن البعض شكك في النادي الاهلي، والبعض حاول يقول ان في مشاكل في الفرقه والاهلي محتاج شغل كتير، ويعني الناس قللت شويه من الفرق. رايك ايه في الكلام ده، وهل ده كلام منطقي خصوصا ان انت خسران من افضل فريق في العالم تقريبا؟ لا خالص، الكلام ده يعني انا بحترم الكلام، النقد عامه بحترمه واللعيبه كلها بتحترمه. النقد كده كده في نقد وفي ايجابيات. انت لما بتكسب ماتش كل الناس بتطلعك السما، لما بتخسر ماتش بتنزلك السما، حتى لو قدام بايرن، حتى لو اي حاجه. يعني الجمهور ليه يعني ليه حق علينا ان هو عايز يفرح والكلام ده كله، بس هو عامه يعني ماتش كبير زي ده، ماتش بايرن ميونخ، احنا عامه بنفكر في شغلنا بس. احنا خلصنا الماتش مباراه خلاص، بنفكر في الماتش اللي بعديه، اللي عايز يتكلم يتكلم. على يعني اللعيبه كلها بتحترم كل الناس والنقد وكل حاجه، احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. اللعيب بيفكر في الكلام ده مش هيبقى مش هيركز في شغله. احنا نركز، احنا حتى الايجابيات برضو على فكره ما يعني اللعيب ما يركزش فيها، ركز في شغله بس. كده كده ان النهارده معاك بكره مش معاك، انت تركز في شغلك بس وتعمل اللي عليك وتوفقك، وشوف الجهاز الفني بتاعك عايز ايه، النادي بتاعك وادارته، دي المنظومه بتاعتك اللي انت شغال فيها، ده اللي يهمك. جمهور يفرح احنا نفرحه، يزعل احنا بنزعل معاه، بس اهم حاجه انت بس فكر في شغلك، ما فكرش في مين بيتكلم وحش مين ما بيتكلم كويس. خد الايجابيات بالنسبه لك والسلبيات خليها ورا ظهرك، بس اهم حاجه امشي في طريقك، فركز بس في شغلك بس، مالكش دعوه باي حاجه خالص. في الاول وفي الاخر احنا بنعمل شغلنا والحمد لله. يعني اكيد ماتش كبير زي بايرن ميونخ احنا ادينا اللي علينا، واللعيبه عملت اللي عليها، وفي يا جماعه مدير فني بيقول لنا نعمل 1 2 3، احنا بنعمل 1 2 3 وبنشتغل على كده. والماتش اللي فات برضو اللعيبه ادت اللي عليها وكانوا ملتزمين بالشغل الفني. والماتش الاولاني برضو بعد البطوله كلها النتيجه طلعنا بايه؟ الميداليه مهمه طبعا، الميداليه مهمه والحمد لله. واهم حاجه يعني خدنا ثقه، خدنا خبرات، لعيبه لعبت في اجواء كويسه جدا في اكبر بطوله في الانديه، اكبر بطوله في كاس العالم الانديه بالنسبه لهم حاجه كبيره وبالنسبه لنا حاجه كبيره. واهم حاجه طلعنا بايجابيات كتير الحمد لله. بمناسبه مباراه البايرن، شفنا علاقه ما بينك وما بين نوير احد افضل الحراس في العالم، وحتى على السوشيال ميديا الستوريز بتاعت الانستجرام انتوا الاثنين. كلمني على الحديث اللي كان ما بينكم سواء في مباراه البايرن او حتى امبارح لما بارك لك بعد الفوز بالبرونزيه. لا خالص، انا بالنسبه لي ده يعني ده بالنسبه لي مثل الاعلى. يعني انا ده الوحيد اللي انا بتفرج عليه. انا طبعا بتفرج على الحراس كلهم كبار طبعا، بس ده اكتر واحد بحبه يعني بتفرج عليها دايما من وجهه نظر انا طبعا يعني، وانا بحبه جدا طبعا. انا لما شفته كان انا كنت سعيد جدا، وقلت له انا سعيد ان انا شفتك النهارده وانا اكون موجود معاك النهارده، ورد بس نفس النظام وقال لي بالتوفيق في المستقبل وكلام كده، وبارك لي امبارح قال لي مبروك وان شاء الله برضه في المستقبل. بس ده اللي حصل بينه وبينه، يعني ما فيش كلام كتير خالص. اللي احنا كان داخلين على ماتش ما فيش كلام، هو بس كلام بسيط. وبعد الماتش امبارح برضه نفس النظام، ما فيش كلام عشان كان نازل يسخن، هو بس قال لي مبروك وان شاء الله في المستقبل يبقى افضل. بس ده الكلام اللي انا بالنسبه لي ده حاجه تسعدني يعني، والحمد لله الواحد لما بيتمنى حاجه بتحصل يعني، ده بتوفيق من عند ربنا طبعا. والحمد لله اللي احنا طلعنا ايجابيات كتير جدا من البطوله دي. مباراه بالميراس وضربات الجزاء، ودايما العيب الاكبر بيبقى على حارس المرمى. انت ما شاء الله لا قوه الا بالله عليك، ضربات الجزاء بقى لنا فتره كبيره الشناوي يعني ماشي بشكل ممتاز، ان شاء الله تستمر على كده طبعا في تصدي ضربات الجزاء، وهي بتبقى حاجه صعبه. ازاي بتقدر تهيئ نفسك
نفسيا قبل ضربات الجزاء الترجيحيه وبيبقى فيها ضغوط كبيره جدا بالتحديد على حراسه المرمى؟ مفيش طبعا، من كتر الواحد يعني احنا اتفرجنا على الفرقه دي كويس جدا، واحنا عارفين ان بعد المباراه على طول ضربات جزاء، يعني بيبقى معايا ميشيل ومعايا طبعا الاثنين بيش وموسي طبعا بيحللوا المباراه وبيجيبوا لنا كل حاجه بضربات الجزاء بكل حاجه. في بيبقى لعيبه موجوده احنا عارفين بيشوطوا فين، وفي ناس مش عارفين بيشوطوا فين، بس احنا بنكون دارسين كويس. هو مفيش اي حاجه بتيجي الا انت لازم تكون بتتعب وبتجتهد وبتذاكر، ده شغل في الاول وفي الاخر. طبعا احنا كده كده كلنا بنشتغل وكلنا بنجتهد وكلنا كل اللي موجود هنا بيشتغل، عشان كده بيبقى في الاخر بيبقى في حاجه انت عملتها تمام. الحاجه اللي احنا عملناها اللي احنا خدنا الحمد لله برونزيه، انت ما تشتغل وتجتهد، كل المذنوبه كلها تشتغل وتجتهد، هيبقى في حاجه كويسه في الاخر يعني. الحمد لله طبعا بيبقى في ضغط نفسي والكلام ده كله وفي عيب كبير، بس في الاول وفي الاخر توفيق ربنا يعني. الحمد لله كان معايا، واهم حاجه كان معايا في المباراه ديت اللي احنا ناخد ميداليه ونفرح الشعب المصري كله وجمهور الاهلي وكل الناس يعني. بعض دايما بيتكلم على ان ضربات الجزاء بتبقى توقع، والبعض يقول لا بتبقى قرايه من حراسه المرمى، الشناوي بيتعامل معاها ازاي بالظبط؟ كده ولا كده؟ لا تمام يعني، اكيد ضربات الجزاء بالذات مش انا مش من مش مدرسه التوقع خالص. انا بتفرج على اللعيبه، على فكره ممكن اللعيبه كمان اللي انا بلعبها بتبقى عارفه اللي احنا بنفرجين عليهم يعني. على فكره بتبقى صعبه عليا انا كمان ان هو ممكن يغير، بس احنا بنحط النسبه الاكبر ان هو يحط في نفس الزاويه دي يعني. بس احنا بنتكلم ان في برضه في لعيبه ما اتفرجتش عليها خالص، ده في الوقت ده بلعب على الكوره يعني، بشوف يعني. حتى كمان القانون الجديد بيحكمنا ان احنا ما نتحركش، لازم رجلنا على الخط والكلام ده كله. لا انا من مدرستي انا بلعب على الكوره، وطبعا الحمد لله انا ربنا بيوفقني فيها والحمد لله يعني الفتره الجايه ان شاء الله. خلينا طب نتكلم على زمايلك في حراسه مرمى النادي الاهلي. اخيرا معاك علي لطفي، في مصطفى شوبير، في حمزه علاء. بخبراتك وقدراتك ما شاء الله بتتعامل معهم ازاي وبتنصحهم بايه دايما؟ لا طبعا انا معايا علي لطفي، يعني انا اعرف علي لطفي من فوق 10 سنين لما كان بيلعب في انبي، هو من الاجوان المتميزه جدا ومن الاجوان الكبيره في الدوري المصري، ولعب منتخب مصر طبعا ولعب دولي. طبعا انا بالنسبه لي علي بيبقى موجود معايا بيديني قوه جامده جدا، واحنا اخوات في الاول وفي الاخر. معايا مصطفى شوبير ومعايا حمزه، الاثنين يعني بيتطوروا بشكل كبير جدا والاثنين كويسين جدا، واي حد يكون موجود علي مصطفى حمزه احنا على طول مستنينه. انا وعلى على طول بنتكلم معاهم، مش انا لوحدي، على طول معايا في ظهري على طول، واي حد يكون موجود في الفرقه بالنسبه لي علي يلعب انا بسنده، انا بلعب علي بيساندني، واحنا على طول في ظهر بعض. احنا في الاول وفي الاخر بندور على مصلحه واحده، مصلحه النادي، ان النادي الاهلي يفوز، ده اهم شيء يعني. وانا بشكرهم الفتره اللي فاتت دول كلهم ان هم مساندني، وانا عارف ان هم على طول في ظهري وهم اخواتي، وانا نفس النظام نفس الشعور ان هم في الاول وفي الاخر اخواتي، هم بيلعبوا برضو انا بساندهم وانا في ظهرهم. معانا مدرب طبعا ميشيل، طبعا عامل معانا شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت دي كلها، ومتعامل معانا اللي احنا زي اخواته، وراجل بصراحه مش مقصر معانا خالص، وان شاء الله يعني اللي جاي افضل ان شاء الله. اخيرا بقى عشان جمهور النادي الاهلي، ويعني المسانده الكبيره للشناوي تحديدا والمسانده الكبيره للفريق على مدار بطوله كاس العالم تحديدا، حتى في المباراه النهائيه كانوا بيشجعوا اللعيبه، المباراه بتاعت بايرن وتجرس، وبيطلبوا العشرة يا اهلي، وبيطلبوا السوبر يا اهلي، وكلام كتير جدا. حابب تقول لجمهور النادي الاهلي؟ بقول للجمهور طبعا انتوا بالنسبه لنا رقم واحد، زي على طول احنا بنقول كده على طول، وانا اللي بقول كده على طول، انتوا بالنسبه لنا جمهور رقم واحد. وبشكر الجمهور اللي كان جه ورانا في الدوحه، يعني بصراحه من اول يوم وصلنا يعني ادى شعور للعيبه وحماس للعيبه ان احنا ما نرجعش الا بالبرونزيه اللي احنا متوعدين عليها اللي احنا قبل ما نروح. بشكر الجمهور، انتوا على طول مساندينا في الـ في الـ في الحلوه قبل المره، على طول بتشجعونا، ده دايما على طول لازم تشجعونا ولازم تشجعوا اللعيبه في الفرحه معانا وفي الخساره معانا. طبعا يا رب نفرحكم على طول، ويا رب دايما نجيب لكم بطولات عشان تكونوا فرحانين. طول ما انتم فرحانين احنا بنفرح، انتم ما بتزعلوا احنا برضو بنبقى زعلانين، مفيش حد يفتكر ان احنا بنبقى زعلانين. احنا على طول احنا اكتر ناس بنزعل معاكم، انتم بتزعلوا اكتر بس احنا برضو بنزعل كمان معاكم. مفيش حد هنا في النادي او حد في اللعيبه
واحد في اللعيبه هنا اما يبقى خسران بيبقى مبقاش متضايق، بيبقى متضايق جدا ان هو مبقاش يفرحكم. انتوا بالنسبه لنا رقم واحد وانتوا على طول مسانديننا، بقول لكم خليكم على طول في ظهرنا وفي ظهر اللعيبه بالذات، ودعم للعيبه، اي حد من اللعيبه لازم يبقى فيه دعم ليهم، كبير وصغير لازم اي حد يكون موفق لازم تكونوا معاه، مش موفق لازم انتوا تشجعوه، لازم اي حد مش موفق لازم تشجعوه، مش عايزين اي انتقادات خالص في الكلام ده خالص. الانتقادات بالنسبه للعيبه ممكن واحد يسمع 200 واحد بيتكلم عليه كويس، بس واحد بس يتكلم عليه وحش بيتضايق. دي عامه دي نوعيتنا، نوعيه البشر عامه، لما حد يتكلم واحد بس بيتكلم عليه وحش بيتضايق، حتى لو سبع من 200 واحد كويس. انتوا على طول بتدعموا الناس، لازم تدعموا اللعيبه كلها، اللعيبه دي كلها في الاول وفي الاخر بتحب ناديها، مفيش واحد هنا ما بيحبش ناديه، واحنا في الاول وفي الاخر عايزين نفرحكم، وانتوا بالنسبه لنا رقم واحد، وان شاء الله نفرحكم الفتره الجايه ان شاء الله. توفيق يا بطل، شكرا ليك، الف شكر يا امير، شكرا.